انت السر بقى، انت ليه مثلت وقصدت ان انت ما تعرفش جروب الفني اللي معاك اللي هم زملائك في الاصل ان انت المنتج؟ عشان ما احطهمش في منطقه حرج، لانه غالبا بيبقى في تخوفات من الشركات الجديده، تعثرات، بيبقى امور ماديه بحته بقى ليها علاقه بانه ممكن يحصل تعثر فما ياخدش بقيه حقوقه، فلما يكون زميل وهو عارفه طب هيبقى تصرفه معاه ازاي؟ يعني منطقه فيها شويه حرج انا كنت حابب اشيلها، وفي نفس الوقت كنت من البدايه كده مش عايز يحصل ديبيت حوالين فكره ان انا بنتج. انا بنتج بحب، ان انا عايز اعمل عمل فني وعايز العمل الفني يوصلني عمل فني بعده. يعني ما كنتش حابب تبقى ان انت المنتج اللي هو ليه كورنر معين؟ لا لا لا، انا بتعامل زي زيكم، مش موضوع كمنتج. لا طبعا طبعا، ما بصيتش للزاويه دي. لا، وببص على المساحه اللي انا فيها، وببص على مساحه، لان انا مهتم بمساحتي كممثل بالمناسبه، لانه في الاخر هو لا ينفصل. انا في الاساس الممثل، مش الاساس المنتج. المنتج ده اضافه للممثل، لكن في الاخر مش بنتج عشان خاطر اروح اعمل نفسي احط نفسي في غير مكاني. لا، ابقى ليدر، المدير بتاع اللوكيشن، اتحكم فيه براحتي. لا لا خالص، بالعكس، انا كنت عامل سياسه كده ليها علاقه بروح التعاون الكامله، لانه هي الفكره كلها انت بتحطي الفلسفه دي عند الناس فبيصدقوها لما تكوني مخلصه ليها يعني. فكل الناس شافت ده وحسته وصدقته، فبقى من اول الفنيين الإضاءة لفنيين الكاميرا لما وراء الكاميرا عموما، عشان ما بقاش بنسى حد، للإنتاج بيلاقوا سبورت من الجهة المنتجة وموجود معهم في اللوكيشن، بيكون مريح نفسي. بمدي إيدي معاهم في كل التفاصيل، وبعالج معاهم كل المشاكل مهما كانت دقيقة ومهما كانت كبيرة. طبعا.